السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل بإذن الله الـ Cost Based on Level of Production، أنواع التكاليف على أساس التغير في حجم الإنتاج. تكلمنا عن الـ Fixed Cost التكاليف الثابتة، وعن الـ Variable Cost التكاليف المتغيرة. النوع الثالث والأخير في الـ Cost Based on Level of Production هي الـ Mixed Cost أو التكاليف المختلطة. تعريف الـ Mixed Cost التكاليف المختلطة: These are costs have both fixed and variable component. هي التكاليف التي تحمل في طياتها صفات التكاليف الثابتة والمتغيرة. فإذا كان الجزء الأكبر من هذه التكاليف هو جزء ثابت تسمى تكاليف شبه ثابتة semi fixed cost، وإذا كان الجزء الأكبر من هذه التكاليف هو جزء متغير تسمى أيضا semi variable cost. نأخذ عليه مثال حتى تكون أوضح هذا النوع من التكاليف. example: ABC company rent a machine. شركة ABC استأجرت آلة to product more units، لإنتاج مزيد من الوحدات. The rental 10,000 per month. الإيجار الشهري لهذه الآلة هو 10,000 دولار plus زائد 1 دولار for every unit produced، وواحد دولار لكل وحدة منتجة إضافية. لو جينا حسب المثال مثلا، لو جينا في شهر ديسمبر كان حجم الانتاج صفر، ونلاحظ هناك تكلفة ثابتة حسب هذا المثال هو 10,000 دولار لكل شهر ايجار لهذه الآلة، وهناك variable cost اللي هي 1 دولار لكل وحدة منتجة. ففي حجم انتاج صفر، اذا نتذكر في variable cost كلما زاد الانتاج كلما زاد التكلفة، في حالة انه صفر تكون variable cost هي صفر. اذا التوتال كوست fixed cost plus variable cost تساوي 10,000 دولار. في شهر فبراير كان حجم الانتاج 1000 وحدة، نلاحظ التكلفة الثابتة وهو الإيجار الشهري 10,000 دولار. الآن الـ variable cost حكينا حسب المثال 1 دولار لكل وحدة أنتجت، 1000 وحدة في 1 دولار تساوي 1000 دولار variable cost for this month. إذن 10,000 fixed cost plus 1,000 دولار variable cost equal 11,000 دولار. The total amount of cost of February month. في شهر مارس مثلا كان فينا 2000 وحدة منتجة، هناك عندنا تكلفة ثابتة 10,000 الإيجار الشهري، وعندنا الـ variable cost 2000 وحدة ضرب 1 دولار وتساوي 2000 دولار، كان عندنا total cost هو 12,000 دولار. في شهر ابريل نفس الشيء، بس هنا مثلا كان الانتاج 11,000 وحدة، ففعلا تكلفة ثابتة 10,000، الـ variable cost 11,000 في 1 دولار، عن كل وحدة منتجة 1 دولار، تكلفة متغيرة تساوي 11,000، فهنا تكون الـ total cost 21,000 دولار. حسب المثال لو رسمنا عملنا شرط هذا المثال، حتى نوضح العلاقة بينهم. لو حكينا هنا total cost، هنا production، العلاقة بين الإنتاج وبين إجمالي التكلفة، لاحظنا أنه في حالة إنتاج صفر كان إجمالي التكلفة total cost كان 10,000 دولار. في حجم إنتاج 1000 وحدة كانت عندنا إجمالي التكلفة 11,000 دولار. في حجم إنتاج 2000 وحدة كان عندنا total cost of this month كانت عبارة عن 12,000 دولار. نلاحظ أن شروكها فيها صفات التكاليف الثابتة والمتغيرة. إذا بنذكر أنه كان التكلفة الثابتة تبدأ بمبلغ ثابت وتستمر مهما تغير حجم الإنتاج، تبقى ثابتة، ولكن في هذه الحالة هي بدأت في تكلفة ثابتة 10,000 دولار إيجار شهري، وفي مستوى إنتاج 1000 وحدة كانت عندنا التكلفة أو إجمالي التكلفة 11,000 دولار، وفي حجم إنتاج 2000 زادت في حجم إنتاج 2000 دولار أصبحت 12,000. نلاحظ أنها تحمل صفات التكاليف الثابتة والمتغيرة. بدأت بتكلفة ثابتة، ومع زيادة الإنتاج ازدادت التكلفة.